اما الاهلي بيبقى منطلق ومحقق بطولات ونجاحات تلاقي التشتيت ابتدى. اول ما تبقى على مشارف النادي الاهلي طبعا، لانه ما حدش وصل على ما اتذكر الفتره الاخيره الى نصف نهائي اهلي وزمالك، هم اللي وصلوا. الزمالك وصل مره بتاعت الاهلي والزمالك في نهائي القاضيه ممكن 20 27 نوفمبر 20، وقبل كده ما فيش غير 2016 لما الزمالك خسر نهائي سان داونز. الباقي كله الاهلي هو اللي بيوصل لنصف النهائي. فاول ما تبقى على مشارف نصف النهائي تلاقي ايه؟ حمدي فتحي رايح قطر، وبيرسي تاو رايح راجع انجلترا، ومحمد عبد المنعم راح اهلي جد، ومش عارف محمد الشناوي عنده عرض من نادي الهيمالايا، اي كلام تسمع بس عروض خزعبليه ظهرت لنجوم فريق النادي الاهلي. العروض دي بيتكلم عنها الاعلام بره وجوه لهدف واحد فقط، وهو تشتيت النادي الاهلي. ايام ثلاث ايام بنسمع عن عروض من الخليج ومن انديه تانية الحقيقه للعبت النادي الاهلي. وبالمناسبه انا بنفي لحضراتكم جمله وتفصيلا هذا الامر، دي معلومه لو فيه مش هنفيها، لكن انا بنفي لحضراتكم وصول اي عروض رسميه للنادي الاهلي تخص اي لاعب، ممكن يحصل بعد نهايه الموسم، ولكن دلوقتي مفيش اي حاجه. لانه بالمناسبه يعني طبيعي جدا ان كل انديه اللي بتتابع كره القدم المصريه تهتم بنجوم النادي الاهلي لانهم الافضل والاحسن وكل حاجه، صح؟ فما فيش مانع ان هم يهتموا بيهم طبعا وكل حاجه، ولكن صدقوني صدقوني حتى الان، حتى اللحظه اللي انا بتكلم مع حضراتكم فيها، لا يوجد اي شيء رسمي. وده انا بقوله عشان خاطر جمهور النادي الاهلي اللي بيتفرج على البيت الكبير، تكون كل الامور واضحه امام حضراتكم. اول ما هيبقى في حاجه هتلاقوني بقول لحضراتكم. فاللي انا بقوله ده معلومات وليست استنتاجات، واللي هقوله اللي جاي برضه معلومات وليست استنتاجات او حقائق. الاهلي النهارده سافر تونس عشان يلعب ذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا مع مين؟ مع الترجي. الحمد لله جميع اللاعبين في كامل تركيزهم وما بيفكروش غير في شيء واحد بس، مباراه يوم الجمعه الساعه 10 بالليل، وهي دي الحقيقه بالمناسبه. حمدي فتحي، بيرسي تاو، محمد عبد المنعم، شناوي ما بيفكروش غير في الحاجات دي، غير في الهدف، هدف فقط وهو الوصول للمباراه النهائيه. اكسب الماتش ده والماتش اللي بعده واوصل للمباراه النهائيه. جميع اللاعبين مركزين في الملعب فقط، حتى اليو ديانج اللي بقى لنا سنتين بنسمع اليو ديانج ماشي الشتاء اللي جاي، فالشتاء يعدي، يجي الصيف يقول لك اليو ديانج ماشي خلاص في الصيف، يجي الصيف ويعدي يقول لك خلاص هو ماشي في الشتاء اللي جاي، يجي الشتاء ويعدي يقول لك اصل هو ماشي في الصيف اللي جاي. بقى لنا كده اربع مواسم انتقالات بيحصل فيهم الكلمتين دول. في اهتمام، اكيد في اهتمام، يعني اليو ديانج لعيب جامد جدا فاكيد في اهتمام، ولكن النادي الاهلي لا ينظر للاهتمام بشكل كده، لا، النادي الاهلي بينظر للعروض. فديانج نفسه بالمناسبه طلع بعد السوبر قال لك اسمعوا والله انا راجل اهلاوي وبحب النادي الاهلي، هو قال كده مش انا، وقال ان هو مكمل في النادي الاهلي وان هو ما طلبش يمشي ولا اذا كان في عروض يتم مناقشتها، وان هو موجود في النادي الاهلي عشان يحقق البطولات، وهو عايز يبقى طول ما هو موجود يحقق بطولات في النادي الاهلي. ده مش موقف ديانج لوحده بالمناسبه، ده موقف كل اللاعبين، لانهم عارفين قيمه تيشيرت النادي الاهلي، وعارفين قيمه وجودهم في نادي القرن، وعارفين ان هم من خلال وجودهم في نادي القرن يعملوا او يطلعوا في الحته افضل حته في العالم ان شاء الله. هم بيجتهدوا عشان مستقبلهم هيكون مليان ان شاء الله ايضا بطولات ونجاحات، وده لوحده اللي انا بقوله ده قمه، او اللي هم بيفكروا فيه مش اللي انا بقوله، قمه الاحتراف، قمه الاحتراف. بالمناسبه المجموعه اللاعبين اللي حضراتكم بتتكلموا عنهم دول وهم بيفكروا اكيد لو كان عندهم عروض يقول لك ايه،
الله، طب ما النادي الاهلي ضامن المشاركه في كاس العالم للانديه او احد الانديه المشاركه اول نسخه شكل بالشكل الجديد او بالنظام الجديد، وهيبقى فيها ريال مدريد وتشيلسي، فكاني بلعب دوري ابطال اوروبا يعني. فانا لو عايز اروح اي نادي كبير هروح من خلال كده. واحنا دورنا الحقيقه كقناه ان احنا نوضح الصوره للجمهور، لان كل موسم وفي نفس الفتره دي تحديدا بتظهر نفس الاخبار. فبدل ما الاعلام يقف مع النادي الاهلي في كل هذه الامور، لا تلاقيهم بيطلعوا اصله حمدي جاي له عرض ب 15 200 الف مليون، والشناوي جاي له ب 200 مليون لو في حاجه اسمها 200 يعني. وبنسمع الكلام ده كل سنه. ديانج بقالكوا، انا حدي مثل بديانج، ديانج بقالكوا قد ايه حضراتكم بتسمعوا عن هذا الكلام؟ فدلوقتي من فضل حضراتكم كاعلام رياضي، النادي الاهلي بينافس على اللقب الافريقي، متصدر الدوري المحلي، متوج بثلاث بطولات اخر 5 6 شهور، هناك استقرار فني. بالتالي من فضل حضراتكم كاعلام رياضي اقفوا مع النادي الاهلي. احنا هنا طبعا ده دورنا. طيب ما تقفش معاه، ما تجيبش سيرته، بس ما تشتتوش، ما تشتتش لعيبه النادي الاهلي بامور غير صحيحه، ما تشتغلش لصالح المنافسين. شوف خليك، طب خليك مع المنافسين شوفهم بيعملوا ايه. عندنا مباراه هي الاهم في الفتره دي لكل الانديه المصريه، احنا بنمثل اسم مصر بالمناسبه. فأرجو لو مش هتقف مع النادي الأهلي وما بتحبش النادي الأهلي أو مش عايز تقف مع النادي الأهلي من جواك أو على الشاشة، ما تشتتش النادي الأهلي. أرجو إن ده يحصل خلال الفترة القادمة.